يلا نبدا خطوات الشاهي. نبدا بسم الله. يلا بنعنا الخدير منصور. الحين نظر فاح الماء صحيح شفت. اذا حطيته قبل ما يفوح الماء يصير مالغ. اذا حطيت السكر اذا حطيت السكر يصير مالغ، لان الماء اذا فاح قلت كثافته. نعم شوف نظر، ونحط السكر شوي شوي عشان ما يطيش. حلو، هذه نعرف هذه. يا جماعة الخير، لا 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 تستهترون بالموضوع اللي نقوله عن تزيين الشاهي، والله العظيم اني صار لا فحلمة، لانه قسم بالله نشرب يا ناس عند استراحات، روح الناس نشرب شاهي محاويك، ولا جونا الناس يجوز لهم شاهينا بالحيل بالحيل. هذه طريقتنا، لا فحلمة، حطينا السكر. اي هم لا قلب السكر، وما لا قلب، لو كم قلبه يا منصور. الحين حطينا السكر، يمكن له يمكن دقيقتين ثلاث دقائق تطبخ، نجي ونطلعه عن هذه اهم نقطه، عن الحطب وعن القز كله نفس. خلاص لاني وقفت سدى نبر. لا وقف، تجي يسلمك الله معي وتحط كسحة ورق كذا. حلو شفت. ايه هم يسلمك الله، تجي وتغطيه، ما تغطيه تخليه يقول كذا، ولا لا ما يك شوي. انك لو تصكه ما نزل الورق، افتح له شوي، خلوا خمس دقائق لست دقائق لين ينزل الورق. لا نزل الورق ومفتت أورق، اشرب الله يجعله بالهني. يعني شاهي يعني حطينا. شوفوا يا جماعه الخير، الشاهي الشاهي اذا قلب اذا غلى غلط، واذا حطيته الحين شوف قلبه كذا خمس دقائق ولا حد يلمسه، خمس دقائق لست دقائق خلوا كذا الوايت. شوف نظر شوف نزل الورق، شوف شلون صارت حبته تفرق وصار كبير وبدأ هنا ينزل من أول مليان الخطا. سلام. دم غزال. يخلف عليك ويقويك ويوفك. بس 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 بس. تعال 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 عشر. يبس انا قلت بس، بس انا قلت بس ها؟